وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ابن الحسين الذي ترجى شفاعته وشبا أحمد في خلق وفي خلق، أشبهت فاطمة عمرا وحيدرة شجاعة ورسول الله في نطقه، سنان ولسان العذب قد جريا، ذا للطعان وذا للمنطق الذلق، يخال بيض المواضي حين يبصرها قلائدا فيحليها على العنق، ما صال إلا وجيش الكفر مزقه، ما صال إلا وجيش الكفر مزقه يوم الكريهة في صمصامه الحنقي، لهفي عليه وحيدا أحدقت زمر لهفي عليه وحيدا أحدقت زمر الأعداء كبياض العين بالحدق، نادى عليك سلام الله يا أبتي، فجاء يعدو فألفاه على رمقي، نادى علي على الدنيا العفا وغدا مكفكفا دمعه الممزوج بالعلق، من بعدك اسود وجه الأفق في نظري، يا نيرا فيه تجلى ظلمة الغسق، بني بني جاورت ربك يهنيك الجوار، وقد خلفت جاري دموعي من جوا حرقي، قد استرحت من الدنيا
كربتها وبين أهل الشقاء فيها أبوك بقي ونادى على الدنيا العفا من بعد يومك أنا ما أقدر أعاين لك ومن حالك عمومك ويلي نادى على الدنيا العفا من بعد يومك اسم الله على جسمك مخضب من دمومه أنا ما أقدر أعاين لك ومن حولك عمومه مبضع من الشاب يا ابن وضرب السيوف يا ابني يا ابني الوحدة تبهض الفارس الصنديق يا ابني الوحدة تبهض الفارس الصنديق وبالخاص لا منا خلا من ابنه والعظيم أنا كل ما أرد دولة علي دولة تعيب وكل ما أفرق صاف دارة حولي يصفو لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه يعني من كان يأمل وينتظر ينتظر لقاء ربه والمؤمن عادة المسلم المؤمن بالله عز وجل ينتظر لقاء الله يعني ينتظر ذلك اليوم الذي يرجع فيه إلى الله عز وجل هو واضح مو المقصود بلقاء الله يعني الإنسان يلتقي مع الله يشوفه قدامه ويقعد وياه يسولف وياه لا احنا عندنا طبعا لا هذا ما يصير لأن الله سبحانه وتعالى يجل عن التجسيم وعن الجسمية وعن المكان وعن هذا عند غيرنا صحيح موجود عندهم انه هو الله سبحانه وتعالى جسم ويجي وينزل عندهم يوم الجمعة ينزل ويقعد ينزل على حمار من هالحكي هذا اللي ما له معنى ولا طعم أصلا من كان يرجو لقاء الله يعني من كان يأمل وينتظر أن يلتقي مع الله عز وجل يعني يلتقي مع الله في عظمته في ذلك اليوم ينتظر ذاك اليوم الذي وعد الله عز وجل به فليعمل عملا صالحا طبيعي يعني هذا أمر طبيعي ومفروغ منه يعني وبديهي أن الإنسان إذا كان ينتظر شيء يكون يتهيأ له طبيعي أمر طبيعي يعني وإلا يعني خالف الإنسان عقله في هالحال أنت الآن افترض لما تنتظر مسافر يجيك غير تتهيأ له تعد إلى العدة افترض واحد مسافر راح يجيك من برا يقعد عندك لا طبعا تتهيئ الى مكان مثلا يقعد بي نام بي كذا هاي امر طبيعي لابد اللي ينتظر شيء شوف حتى حياتنا احنا حياتنا العمليه مبنيه على هذا الشيء شوف الطالب الان فرضا من ينتظر الامتحانات جايتين يستعد لها يعمل لها يراجع يذاكر دروسه كذا
شوف احنا الان قبل فترة كنا ننتظر مثلا محرم يجينا، شوف ايش قد احنا نشتغل قبل محرم، ها قبل محرم شهر بشهرين، شوف هذا اللي يعلق السواد، وهذا اللي يهيئ الامور، وهذا اللي يتأكد فرضا من السماعة صحيحة او لا، وهذا اللي يروح يتفق ويا مثلا طباخ على سال. هاي امر طبيعي، يعني طبيعي جدا الانسان لما ينتظر شيء يعمل له يتهيأ له لابد، والا خرج عن كون انسان عاقل. ما يصير انت تخلي الشيء يفاجئك، اذا فجأك الشيء وقعت حينئذ في احراج، ما تقدر شنو تتعامل وياه الشيء المفاجئ. فمن ينتظر لقاء الله يكون يعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولهذا الإمام علي سلام الله عليه يقول: لا تكن ممن يرجو الآخرة بدون عمل. تترجو الآخرة، تأمل الآخرة، تنتظر الآخرة، بس لا تكون ممن يقدم عليها بدون عمل. ما عندك شيء، ما دام أنت متيقن أن راح يجي هذاك اليوم، ترجو أن يأتيك ذاك اليوم، يوم الآخرة، يوم حساب، محاسبة على كل شيء، شنو أنفقت، شنو اكتسبت، مالك من حصلت، وين رحت، وين جيت، شنو تكلمت، كنت تتهيأ لهذا الشيء، وراك سؤال تتهيأ أجوب من الآن. فلا تكن ممن يرجو الآخرة بدون عمل. الآية الكريمة في الواقع تؤكد على هذا المعنى، لابد من عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا الجنة ما تصير، ما يكتفي من الإنسان يقول أنا والله لا أنا فقط آمنت بالله عز وجل وبفعل، أنا أبغي الجنة وقاعد ببيت، لابد تعمل عمل، لابد من العمل. والأهم من العمل شنو؟ أن يكون العمل عن وعي، عن علم، مو عن جهل، يكون عن علم بالله عز وجل وبعظمته وبما أراد منك، ما هو مطلوب منك. لابد يكون علم، لأن أنت العمل إذا ما يكون منطلق من علم، شوف تتخبط فيه. أحيانا قد يكون شيء أنت حرام سوي واجب عندك تعمله، وأحيانا واجب تتركه تقول هذا مو واجب وما عندك علم. فلهذا لابد، العلم واجب على الإنسان يتعلم، خصوصا أمور دينه، ما يخرجه من دينه، ما يدخله في حلال حرام، شنو يجب عليه، شنو ما يجب. لابد العلم لابد يكون هو اللي ينطلق من العمل، يعني عملك يكون منطلق من علم مو من جهل. ولهذا شوف الأئمة سلام الله عليهم يركزون على هذا المعنى. شوف مثلا في حادثة من الشريفة، مثلا تعلم ساعة خير من عبادة سنة. ليش؟ يقصد بها عبادة سنة على جهل، على جهل، بس تقعد تتعلم لك ساعة، أمور دينك كذا، حياتك شنو، أفضل واحد يقعد طق ركعة سنة كاملة وهو ما يعرف شنو، هو ما يعرف شنو. ولهذا الإمام عيسى لما يوم من الأيام مر على أحد الخوارج وشافه طق ركعة في المسجد، قايم قاعد ساجد كذا، يعرفه هذا خارج، جهل كانوا في الواقع. هذا اللي بالفعل بعدين شنو صاروا، مرقوا من الدين كما يمرق السهم من على جهل كانوا. فقال الإمام سلام الله عليه يعرض به وبأصحابه، يقول: نوم في يقين خير من عبادة في شك. هذا عبادة هالشكل، وهذا وين أوصلتهم عبادتهم. تعرف الخوارج يقولون عنهم، يعني يصفهم، كانت آثار السجود بين أعينهم. النبي أخبر عنهم يقول: إن أحدكم يحتقر صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم. من هالقد يشوفهم يصلون وصومون، يصومون النهار يقومون الليل، بس على جهل كان، على الشك. فوين أوداهم هذا العبادة، وين ودتهم؟ إلى أن يخرجوا من الدين، مرقوا، خرجوا من الدين. شلون السهم يمرق من الرمية يطلع تماما، هاي نفس الشيء، خرجوا من الدين. فالإمام سلام الله يعرض بهذا وأصحابه،
يقول نوم في يقين خير من عبادة في شهادة، ينام على يقين من أمره مما هو فيه ما مقدم عليه أفضل من شنو؟ من هالعبادة هذه الليل ونهار قايم قاعد وهو في شك ما يعرف شنو، ولهذا اللي يكون في شك وعلى جهل وما عنده علم أقل شيء يخرجه من الدين، أقل شيء يتعرض إليه، أقل شبهة تعرض إليه. العلم مطلوب، ولهذا شوف الأئمة سلام الله عليهم يأكدون ويعتبروننا نحن من المتعلمين، يعتبرون شيعتهم من المتعلمين. الإمام الصادق صلاة الله وسلامه عليه يقول الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العلماء، هم العلماء بلا شك، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخ هم الراسخون في العلم هم العلماء، وشيعتنا المتعلمون، لا بد يكون متعلمين. ولهذا يقول سلام الله عليه في مورد آخر يقول لا أحب أن أرى الشاب منكم غاليا إلا في حال إما عالما أو متعلما، إما يكون عالم أو متعلم. فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء. ذولاك هذا اللي يصفهم أمير المؤمنين سلام الله عليه همج رعاع لم يستضيئوا بنور علم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ولهذا ظلوا وشرقوا وغربوا. شوف الآن يوصل بهم هذا الجهل اللي عندهم، يخرجون من الدين بالفعل، يمرقون من الدين وهم بناهم أنهم هم الدين وهم أهل الدين، بينما هم خرجوا من الدين بالكلية أبدا، خارجين من الدين. لأن إذا الله سبحانه وتعالى يقول من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، أو في آية أخرى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذول يقتل لك في اليوم عشرات مئات المؤمنين ويزعمون هم أهل دين، خرجوا من الدين، مرقوا من الدين. ليش؟ لا لشيء إلا لأنهم ضلوا ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ولم يستضيئوا بنور علم. والعلم ترى ما موجود إلا عند أهل البيت، عند غيرهم ما موجود علم، ما عند غيرهم هو غثاء، هو خرافات، هو باطل. الحق عند أهل البيت، العلم الصحيح عند أهل البيت، ما عند غيرهم علم مزيف. خذها مني، ما في علم صحيح إلا عند أهل البيت أبدا، عند أهل البيت فقط. ولذلك واضح بعد، شوف اللي ياخذ علم من عند غير أهل البيت شوف هذا مصيره يصير، هاي مصير، هاي ليش؟ وقال النبي من قبل ها: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. ما تمسكوا، ما تمسكوا به، وما يصير يقول لن يفترقا، ما يصير يقول أنا مجود القرآن وتارك أهل البيت، ما يفيدك القرآن بدون أهل البيت أبدا أبدا، ما يفيد ولا بعد إلا أهل البيت بدون أهل القرآن هم ما يفيدون. هذيل الغلاة تمسكوا بأهل البيت وقالوا نحبهم وكذا، نحب الإمام علي، آخرة أمرهم شنو؟ خرجوا من الدين، تركوا القرآن. يقول ها القرآن اللي يثبت بأن علي سلام الله عليه وغيره كلهم عبيد الله عز وجل، شو نقول هذا هو الله وهو كذا وألا هو أمين من السلام؟ ما يصير تأخذ القرآن مع أهل البيت، إذا تأخذ واحد دون الثاني تضل، هذا قول النبي الصادق الأمين، وهذا ترى حديث متفق عليه بين السنة والشيعة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. هذا منطوق كما يقول مناطق، مفهومه شنو؟ يعني إذا لم تتمسكوا بهما تضلوا. ولهذا شوف غيرنا ضل، إحنا لا، إحنا على الطريق الصحيح، لأن نحن تمسكنا بهما معا، ها؟ لم نأخذ أحدهما ونترك الآخر. علومنا وما عندنا وفقهنا وديننا وعقائدنا أخذناها من أهل البيت سلام الله عليهم. الآن هذه الكتب اللي عندنا
تراث علمائنا كلهم ها من زمن الغيبة إلى الآن. من وين؟ غير كل من أهل البيت؟ غير كل روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ من أهل البيت. بس شوف غيرنا اللي أخذ من عند غيرهم وين راح؟ شوف هاي قاعد تشوف أنت الآن ها؟ قاعد تشوفه يطلع لك دواعش ونصرة ومر شنو وقبلهم هم فلان وفلان ها ذولاك جهيمان وغيره وكلهم ضلال في ضلال كلهم ضلال في ضلال ولا فرقة منهم واحدة طلعت مستقيمة وعلى حق. انت على الحق بس لان انت اخذت العلم من اهله. النبي صلى الله عليه يقول لا تعلموهم فانهم اعلم منكم اهل البيت. لا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتضلوا. تاخذهم وياهم تمشي تاخذ من عدهم فيكون العمل اخواني عن علم لابد. يقول الامام الرضا سلام الله عليه في حديث يرويه عن ابيه عن جده عن اجداده عن علي سلام الله عليه وحديثهم كل يوصلونها الى علي الى النبي عن علي سلام الله عليه يقول الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم والعلم كله حج إلا ما عمل به. يعني يكون علم مع عمل. يقول الإمام عليه السلام الله في حديث له يقول العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل والعلم كله حج إلا ما عمل به والعمل كله رياء إلا ما كان عن إخلاص. كن عمل مخلص والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له بما يختم له. هذا المهم الإخلاص. الآية تتحدث عنها المعنى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا يقولون الإشراك الإشراك الشرك في العمل مو في العبادة ويتحدث أول كان يتحدث عن هذا مؤمن بالله ويعمل بس لا يكون عمله فيه رياء أو غيره فيه شائبة فلا يشرك بعبادة ربي خلي العبادة خالصة لله. هذا اللي يقول عن الإمام عليه السلام الله الحديث اللي ذكرنا قبل قليل اللي يروي عنه الإمام الرضا سلام الله عليه والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا أو إلا ما كان عن إخلاص والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. شوف نهايتك شنو ونسأل الله حسن الخاتمة. الفتن كثيرة اليوم وإحنا قاعدين نشوف العياذ بالله واحد يمكن استمر طول عمره إلى أن وصل 50-60 سنة بعدين يعرض إلى شيء فتنة معينة يزل تزل قدمه وينحرف والعياذ بالله أمام هالفتن هذه. أما إغراء مال أو إغراء منصب أو إغراء موقع أو جاه أو إغراء شهوة أو إغراء نساء أو ما شابه ذلك وينحرف حينئذ والعياذ بالله ينحرف. وإغراءات الدنيا وفتن الدنيا كثيرة فلذا ليش يقول الإمام عليه السلام الله عليه هنا يقول والإخلاص على خطر. يعني يكون إنسان تفقد من نفسه عمله شنو يراجع عمل كل عمل يبدر منه كان خالص لوجه الله عز وجل. وإذا يريد يعرف أن عمله خالصا لوجه الله ترى ينظر إلى داخل قلبه هو الإنسان لأنه الله سبحانه وتعالى هو القائل وهو الصادق بل الإنسان على نفسه بصيرة. ترى هو الإنسان يعرف نفسه والله بالله أنا أقول لك أنت تعرف نفسك إن هالعمل اللي سويته فيه رياء أو ما فيه
تشوف سوي. إذا كنت لاحظت شيء معين آخر اعرف أن هناك شائبة. بس إذا سويت لك لا عمل أبدا ما كنت تنظر إلى أي شيء غير الله، ها اعرف أن هذا عمل مخلص. وأنت تعرف من أنت، أعرف بنفسك، أنت أعرف ترى الإنسان ما يقدر لا يغالط نفسه، لا أنا ولا غيري. أغالط نفسي إذا أقول لا والله كنت أظن أن هذا عمل مخلص، ما في أظن، أنت تعرف أن عمل كان مخلص أو كان لأجل فلان أو علان. وترى هذا الإشراك يقول الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول كدبيب النمل إشراك في العمل، لأن دقيق جدا كل إنسان يتحرج يتحرز كثير في عمله. يقول كدبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح السوداء، ما يبين هذا الإشراك إشراك العمل لهو رياء أو غيره. أي قد الإنسان يكون خافي عليه أسوى عمل بالفعل لله وكذا، بس بعلم من واحد يجي وأشوف واحد حدث عنه أرتاح استانس. إذا أنا شنو كنت أنظر؟ ماذا أنظر؟ مدح الناس حينئذ، مدح الناس. طبعا هلا يصير عندنا خلط، هذا يختلف عنه إنسان لما يرتاح لما نعرف نفسه أنه أدى الواجب، أدى حقه الله، يحس بارتياح بلا شك لما أدى الطاعة. هذا غير ذاك الارتياح اللي يحصل إلي، ها ونوع الفرح والكذا لما واحد ينعتني يمدحني على عمل أنا قمت به، ها شوف يسولف إيه والله فلان ذيك اليوم الله خير والله ساعد ذاك الفقير مثلا شون أنقذ من ورطة كان وكذا. إذا حسيت بارتياح لما هذا تكلم خل يكون أراجع نفس، أراجع نفس إلى هالدرجة. طبعا هو كله هالشكل يقولون العلماء، أراجع نفس خلي يكون الأمر عندي سيان المفروض تحدث عنه الآخرون أو لم يتحدثوا، هذا اللي هو الإخلاص الناقل. رحمة الله على الشهيد الصدر، الشهيد الصادر اذكر إلى موقف من مواقفه العظيمة، يقول لما حكم بالإعلام على الشهداء الخمسة، عارف البصري وجماعته يسمون قبضة الهدى في سنة على ما أعتقد 75 كأنه أو 76 75 لعلش يمكن 75 أو قبل 74 على كل حال الآن تاريخ. المهم يقول ظليت أفكر فينا، يقول قاعد يقول أتحدث مع نفسي أقول ترى يعني لو كان الحكم هذا صادر على ابني هل كان ألم؟ هو يقول أنا تألمت، أنا تألمت طبعا على أنه صدور حكم الإعلام على هذول علماء وكبار وشبابه. فقلت أمي تتحدث ويا نفسي هل لو كان هذا الحكم صادر على ابني حكم الإعلام هل كان تأثري هذا الآن، يعني هل مقدار من التأثر والألم هو نفسه لو راح يكون أكثر؟ إذا علمني راح يكون تأثري أكثر وألمي أكثر. شوفوا لهالدرجة، إذا كان أكثر يعني أنا تأثري مو ذاك التأثر الحقيقي للإسلام، تألمت عليهم صحيح بس ما المفروض أتألم، لأن المفروض بل المفروض أقول تأثري وألمي عليهم أكثر من ابني، لأن ذولا قاعدين الآن يخدمون الإسلام أكثر، الآن هم في وضع خدمة للأمة والإسلام قاعدين يقدمون ابني حتى ما قدم شيء. إذا كان تأثري على ابني أكثر يعني أنا عندي ميل عاطفي وقاعد أفضل أو يعني أميل عاطفيا أكثر مني دينيا. لاحظ فلهالدرجة ذولا يحاسبون أنفسهم لهالدرجة. ولذلك هو ترى إذا تلاحظ سر خلود ثورة الحسين سلام الله عليه أحد أسرارها المهمة شنو؟ أنها كانت لله عز وجل من أول خطوة خطاها الإمام سلام الله عليه، من أول خطوة أبدا ما كان يرجو شيء غير الله، ما كان يطلع على شيء إن باشر يتحدثون عنه الناس، ها
وراح يقال عنه صاحب أعظم ثورة في التاريخ. هذا أصلا ما كان ولا دار في خلده بالمرة. الإمام سلام الله عليه كان فقط هذا: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، غير هذا ما عنده. ولهذا كان في كل حركاته الإمام وين ما يتحرك، ها ينهض يجلس يقعد في منزل مثلا يمشي، كله فقط هو شنو هو الحق، غير هذا ما عنده أبدا. جو حول أنصار اتفرقوا استشهدوا اللي عنده أو ما استشهدوا، كل الأمر عنده واحد، الأمر عنده واحد الإمام سلام، أبدا ما كان يتغير. يعني هذا المستوى واحد يجري في كل الأحوال، ما كان يتغير. اجتمع أول ما طعم مكة كانوا يا الكثيرين، وكان نفس الأمر. تفرقوا عنه في أثناء الطريق إلى أن بعدين ظل وحيد، ما كان ينظر غير الله سبحانه وتعالى ورضا الله، بس هذا كان ينظر إلى الحق. ولهذا هذا الأمر كان واضح حتى عند من تبعه، عند أصحابي، عند أهل بيته، صلوا على محمد. علي الأكبر سلام الله عليه بالطريق لما يشوفه تهوم عيناه ينتبه الإمام، يسترجع بأبي وأمي، يقول للأكبر استرجعت أبي؟ قال والله استرجعت. ليش؟ قال عن لي فارس يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، وأظنها أنفسنا نعيت إلينا. استرجع الإنسان مثل موارد هذا على أي حال. يسأل علي الأكبر وهو العارف، وكم سائل عن حاله وهو عالم. يقول لعبه أو لسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع. قال إذن لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه، على الحق خلص ده. ولهذا الإمام سلام الله عليه شوف ما عندي فرق، يوم العاشر يجي يأخذ بيد ابنه فلذت كبده، ها هو اللي يأخذ ويقدمه إلى الميدان، يعرفه بعد قليل راح يكون طعمة للسيوف والرماح مو شوية، ها وبنفس الوقت يجي هم يأذن للآخرين لهذا العبد. ولذاك اللي تول الآن صار شيعي زهير، ولذاك اللي تول ما عنده فرق الإمام سلام الله عليه أبدا، الأمر عنده واحد، الأمر عنده واحد. وأظهر هذا أكثر بعد وأبلغ لما يسقط شهيد يمشي إليه الإمام وما يختلف، يقول هذا لا، هذا مثلا واحد مغمور مو معروف، أو هذا عبد من عبيدنا، ولا يعني خادم شلون أنا أروح له، لا خل أروح فرضا إلى إخواني الأولادي، أبدا ما كان، كان يمشي مشى إلى ذلك العبد الأسود، وصل إليه رآه شهيد يقول وضع خده على خده، خد من؟ خد سيد الشهداء، صبط رسول الله على خد من؟ عبد غلام خادم اللي كانت العرب تستنكف منه عادة تحتقره. ومرة الثانية يضع خده على من؟ على فلذة كبده. متى هذا صار؟ لما سمع نداء الأكبر أبه عليك من السلام. بس شلون صار حال الحسين؟ شوف المؤرخين يقولون سكينة كانت في الخيمة مع أبيها، وكان الإمام سلام الله عليه على باب الخيمة، ولما جاءه هذا النداء تقول سكينة: سمعت أبي يقول بني علي على الدنيا بعدك العفا. وبالفعل ذهب إليه مسرعا على فرسه، زاد الخيل والرجال عنه وسقط وسط العسكر، أخذه الخيل إلى هناك الفرس، لما فرق الخيل والرجال عنه ألقى بنفسه على جسد ولده ووضع خده على خده
وهو يقول بني علي على الدنيا بعدك العفو، بني علي أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لأمها وغمها. آه يا بويا يا بويا يا بويا، قول منو الشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك، يا بويا من هب درعك وطاسك، يا بويا شلون اشوف انك مطبر، يا بويا شلون اشوف انك مطبر، يا بويا من سماع يمك ونينك ومن شبحات لعند الموت عينك، مو يا بويا الى 30 ما وصلن سنينك، وحاتفنا عليك الدهر لقشار، اي والله وحاتفنا عليك الدهر لقشار، يا بويا من عدل راسك ورجلك ومن غمض عيونك واسبل يدك، يا نور العين كل سيف وصل لك، قطع قلبي قطع قلبي ولا عند حشاي سدار، اي والله قطع قلبي ولا عند حشاي يا يسد يا جاءوا بعلي إلى الخيمة، أمر الإمام بن هاشم بالخروج حتى أتت النساء، دخلت النساء وأكثرهن لوعة، أم هذا الشاب وعمته بالدرجة الأولى، لما نظرنا إلى علي مقطعا بالسيوف إربا إربا أهوينا عليه، هذه من جانب وتلك من جانبنا آخر، أمه تنادي اقعد يا الأكبر، كلم أمك يا شفية، شلون عفت أمك بأرض الغاضر، بان الهضم والضيم من بعدك علي، آه ما تسمع الصيحة إليك وسط الصياوي، يا ابني ترى قلبي تفطر من ونينا، وعلى العطش والسيف يا ابن الله يعينك، يا ريت حين يا الولد من قبل حينه، يوم قبل يومك يا روحي وقرت العه، اقعد توعي يا عديل الروح ليا، شلون يحلى لك تراب الغاضري، بتعود يا ابن لو بعد ما الك جيه، اسم الله على هالطول عارب غير تجفي،
أما عمته زينب فأهوت عليه أخذت من دمه الطائر تصبغ به الشعر وتفاقه تحب خده وتشمه وغدت تصبغ شعرها بفيض دمه يا غدت تصبغ شعرها بفيض يضدم عسى بعيد البلد قل يا عم عسى بعيد البلد قل يا عم على التربان نايم يا المشيم يا على التربان نايم يا 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 المشايا. أما الحسين فلما رآه بتلك الحالة ورأى النساء حوله أخذ يخاطبه ودموعه جارية يقل له يا أمو يا أنا ما خلت من قبل يوافيك الردى روحي فداك بني لو أنك تفتدى خلفتني شجوا أصيح مرددا يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم لعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. جماعتنا الحاضرين بالأخص المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك شاف مرضانا ومرضى المؤمنين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان لا سيما المسجونين في سجون الظالمين. اللهم احفظ وسدد وأيد علماءنا الربانيين لا سيما مراجعنا العظام ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان إلى أرواحهم جميعا وإلى موت الحاضرين والمؤسسين إلى أرواح العلماء والشهداء على الأخص روح إمامنا الراحل وشهيدنا الصدر والشهيد بنت الهدى وشهدائنا الأبرار إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات عليهم.